احتفلت الكنيسة الإنجيلية بعيد الميلاد المجيد وسط أجواء مبهجة جمعت أطياف الشعب المصري، وشارك في الاحتفالية عدد كبير من الشخصيات العامة والوزراء وكبار رجال الدولة، حيث تتضمن برنامج الاحتفالية إقامة صلاة افتتاحية ومجموعة من الترانيم. أقول للشعب المصري النهاردة، مصر اليوم في عيد، في احتفالنا بعيد الميلاد المجيد شفت كل قيادات ورموز المجتمع ممثلة في حفلنا، وهي دي مصر. مصر بتتضافر معا، تجتمع معا في كل المناسبات، في الأفراح وفي الأطراح. وفي مقولة جميلة تقول: الأفراح إذا وزعناها زادت، والأطراح إذا اقتسمناها زالت. وده شعبنا المصري في كل مناسباتنا، كلنا معا بنجتمع معا. فالنهارده يوم عيد، وعايز اقول لكل مصري كل سنه وانت على ارض مصر بكل خير وبكل سلام. بقول لكل اخواتنا من طبعا الديانه المسيحيه كل سنه وانتم طيبين بمناسبه عيد الميلاد المجيد. واحنا طبعا جايين، انا جاي كممثل للازهر الشريف نيابه عن فضيله الامام الاكبر، بقول لهم كل سنه وانتم طيبين. ومصر في هذا العهد، في عهد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، طبعا بنقول ان مصر بلد الامن، بلد الاستقرار، بلد التعايش، لا فرق فيها بين مسلم ومسيحي.